تمارس هيزل هواية تسلق الصخور، وها هي تحزم أمتعتها للذهاب في رحلة استكشافية إلى جبل إيفرست. هل يمكنك تحديد الأشياء الزائدة في حقيبتها؟ لا يرجح أن تكون بحاجة إلى هذا الحذاء الفاخر ذو الكعب العالي عندما تتسلق الجبال، وهذه المزهرية الزجاجية عديمة الفائدة في هذه الرحلة. طلبت هيزل سيارة أجرة للذهاب إلى المطار، وكانت تستخدم هذا التطبيق. يوجد في حيها 4 سيارات متاحة، لكن يمكن لواحدة منها فقط الوصول إلى منزل هيزل. هل يمكنك تحديدها؟ إنها السيارة الثالثة. وصلت هيزل إلى المطار، لكنها فقدت وعيها عندما نظرت إلى تذكرتها. هل يمكنك تخمين السبب؟ المطار الذي على التذكرة ليس نفس المطار الذي ذهبت إليه. هيزل بحاجة إلى الذهاب إلى المطار الصحيح بأسرع ما يمكن. يريد هذان السائقان اصطحابها. هل يمكنك معرفة من منهما سيوصلها إلى وجهتها بسرعة أكبر؟ رغم أن السيارة الثانية تبدو فارهة وأغلى ثمناً، إلا أن أحد إطاراتها مثقوب، وبالتالي يجب أن تختار هيزل السائق الأول. وأخيراً صعدت هيزل إلى الطائرة وسرعان ما غطت في النوم. وعندما استيقظت بعد فترة أدركت أن أحدهم قد سرق هاتفها. قامت الفتاة باستجواب 3 مشتبه بهم. قال بيل: عذرا، كنت أشاهد فيلما طوال الساعة الماضية ولم أنظر حوالي. وقال كيل: كنت نائما حتى أيقظتني أنت. وقالت شيلا: أنا أخاف ركوب الطائرة، لذا كنت أستمع إلى موسيقى هادئة وأنا مغمضة عيني. هل يمكنك أن تخمن من سرق هاتف هيزل؟ لا أحد، لقد سقط منها على الأرض هناك، هل تراه؟ حان وقت العشاء. عرض كيل على هيزل طبقا من الحلوى شرط أن تنجح في تخمين تاريخ ميلاده، وإليك هذا التلميح. قبل أمس كان كيل يبلغ من العمر 22 سنة، وسيصبح في العام التالي 25 سنة. هل يمكنك مساعدة هيزل في حل هذا اللغز؟ اليوم هو 1 يناير، وكان عيد ميلاد كايل في 31 ديسمبر، لذا كان كايل يبلغ من العمر 22 عاما في 30 ديسمبر، ثم بلغ 23 عاما في 31 ديسمبر، وسيبلغ هذا العام 24 عاما، وسيصبح في العام التالي 25 عاما. وأخيرا هبطت هيزل في نيبال، ودخلت منطقة استلام الأمتعة. وهناك لاحظت فورا 3 أشياء غريبة. هل يمكنك رؤيتها أنت أيضاً؟ يوجد كلب في هذه الحقيبة، لا توضع الحيوانات بين الأمتعة العادية، وتفتقر هذه الحقيبة إلى العجلات وتطفو في الهواء. وانظر إلى تلك القوارب التي تظهر من النافذة متوقفة بجوار الطائرات. وصلت هيزل إلى موقع التقاء المتسلقين في المطعم المحلي، لكنها لم تجد أحدا هناك. قالت عاملة التنظيف: كنت مشغولة بتنظيف المرحاض وعدت للتو، لم أرى أحدا هنا. وقال الحارس: أوه، أجل الاجتماع إلى الغد أكيد. وقال النادل: كنت هنا طوال الوقت ولم أرى أي سائح، من الكاذب من بينهم؟ إنه الحارس، هل ترى تلك الإشارة؟ سيقام الاجتماع على السطح، لهذا لم يرى أحد السياح. في الطريق إلى السطح رأت هيزل امرأة تنظف نافذة في الطابق العاشر، وانزلقت الفتاة فجأة وسقطت. لم تكن تضع أي معدات للأمان أو أي شيء يخفف من سقوطها، لكنها لم تتأذى، كيف حدث هذا؟
كانت الفتاة تنظف النافذة داخل المبنى. وأخيراً التقت هيزل بمجموعتها من المتسلقين، لكن أحد هؤلاء مخادع. هل يمكنك تخمينه؟ هذا الرجل يملك الواسع بدلاً من اليدين، حتماً هو ليس من هذا الكوكب. تذهب هيزل في رحلة استكشافية مع المجموعة وتوقفت لالتقاط بعض الصور وتاهت. وبعد فترة وجدت ثلاثة طرق تؤدي إلى القرية الجبلية التالية، لكن يخفي كل مسار بعض المغامرات. هناك نمر ثلجي جائع في الطريق الأول، وقطيع من ثيران الهيمالايا على الطريق الثاني، ويمر الطريق الثالث في منطقة عرضة للانهيار الجليدي. يمكن لأي حركة أن تجعل الثلج ينزلق. أي الطرق أقل أو أكثر أماناً؟ يجب أن تسلك هيزل الطريق الثاني. رغم أن ثيران الهيمالايا تبدو مخيفة، إلا أنها حيوانات لطيفة تأكل النباتات. وصلت هيزل إلى النزل المحلي وتركت حقائبها في الغرفة واتجهت لرؤية المواقع في القرية. وبعد فترة عادت إلى غرفتها لتجد أن أحدهم قد سرق جواز سفرها. استدعت هيزل عمدة القرية الذي استجوب أربعة مشتبه بهم. قال مدير النزل: كنت أتولى أمور مجموعة سياحية وصلت للتو ولم ألاحظ أي لصوص. وقال صاحب النزل: كنت طوال اليوم أحاول أن أحل مشكلة سداد الحمام. وقال البستاني: لم أدخل النزل، كنت أسقي الورود في الحديقة. وقال عامل النظافة: كنت مشغولا بوضع الطعام للأسماك التي في صالة الاستقبال ولم ألاحظ شيئا مريبا. من منهم يكذب؟ إنه عامل النظافة. هل ترى حوض سمك في صالة الاستقبال؟ زارت هيزل مطعما محليا وقدم لها الطاهي ثلاث وجبات لتختار من بينها. هل يمكنك مساعدتها في اختيار الوجبة الأكثر أمانا؟ هناك دودة في هذه النودلز الفورية، ويوجد الكثير من الذباب حول هذا الأرز. يبدو أنه ليس طازجاً، لذا يجب أن تختار هيزل هذه الشطيرة. التقت هيزل في القرية بالمرشد المحلي واسمه لوكا، وعرض عليها أن يدلها على أقصر طريق إلى القمة. لكن على الفتاة أولاً أن تتمكن من حل أحجيته. يملك لوكا وزوجته سبعة أطفال، نصفهم من الأولاد. كيف سيكون هذا ممكناً؟ هل يمكنك مساعدة هيزل في حل اللغز؟ كلهم من الأولاد. بدأ لوكا وهيزل رحلتهما، وفي الطريق عرض على هيزل زيارة الكهوف السحرية المحلية. وافقت هيزل، لكنها في النهاية تاهت داخل أحد الكهوف. تجولت الفتاة هناك لبعض الوقت، ثم وجدت هذه الأنفاق الثلاثة. كان النفق الأول يقود إلى بوابة إلى الشمس، ويوجد في النفق الثاني صندوق به حجر قديم سحري، ويسبب هذا الحجر اللعنة لكل من يراه. ويخفي النفق الثالث الكثير من العقارب السامة. أي طريق يجب أن تسلك الفتاة لتبقى على قيد الحياة؟ الطريق الثاني، الحجر الكريم في الصندوق، لذا عليها فقط المرور بجواره. تحتاج هيزل إلى عبور هذا المستنقع السام لمتابعة رحلتها، والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي القفز من حجر إلى آخر. هل يمكنك مساعدتها في اختيار الحجر الأخير بطريقة صحيحة؟ يحمل كل حجر رقماً محدداً: 1، 5، 9، 13، 17، 21. وتكون هذا التسلسل نتيجة إضافة الرقم 4، وبالتالي سيكون الحجر التالي الذي يحمل الرقم 25 وليس 27. واصلت هيزل رحلتها ووجدت هذه العلامة الغريبة محفورة على إحدى الصخور. هل يمكنك مساعدتها في حل هذا اللغز؟ يشير السهم إلى اليمين، أي أن الإشارة معكوسة. إذا كانت،
ميم قاف على اليمين، فهذا يعني أن القمة على اليسار. والآن عرفت هيزل الاتجاه الصحيح. أصبحت السماء ملبدة بالغيوم فعلا، ويبدو أنها ستمطر قريبا. تقرر هيزل الاختباء في أحد هذه الكهوف الثلاثة لتناول الغداء. هل يمكنك مساعدتها في اختيار الكهف الأكثر أمانا؟ انظر إلى آثار الأقدام هذه، ربما يكون الكهف الأول منزلا لعائلة من الدببة، ويمكن أن تغضب الدببة عندما يكون الأمر متعلقا بسلامة صغارها. أما الكهف الثاني فيبدو أن إنسانا قد دخل إليه وخرج منه، وهذا أمر مشجع. لننظر الآن إلى الكهف الثالث، لقد دخل إليه إنسان لكنه لم يخرج، لذا على هيزل اختيار الكهف الثاني. وأخيرا وصلت هيزل إلى قمة الجبل، وفجأة ظهر ساحر لطيف وألقى عليها التحية وعرض عليها الانتقال إلى عالم سحري مخفي، وقال: سأريك البوابات إن تمكنت من حل هذه الأحجية، لذا أصغي إلي جيدا. أنا هادئ جدا، ومجرد قول اسمي يمكن أن يكسرني. من أكون؟ هل تعرف الإجابة؟ الإجابة الصحيحة هي الصمت. أظهر ساحر البوابات لهيزل، وكان هناك ثلاث بوابات، واحدة منها فقط تؤدي إلى العالم السحري. هل يمكنك مساعدة هيزل في معرفتها؟ الطريق الثاني فقط الذي يقود إلى الوجهة الأخيرة. وداعاً.